بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نظرات في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أعالج هذا الموضوع من خلال مقدمة وأربع نقاط وخاتمة. قبل ذلك أقول لكم شكراً مرتين. أولاً على الدعوة إلى هذا المسجد العامر، مسجد الفتح. الشكر الثاني إلى هذا التنظيم المحكم. نحن في أمس الحاجة إلى مثل هذا التنظيم المحكم في مساجدنا، فالحس الحضاري التربوي الأخلاقي مطلوب في أماكن عبادتنا، في المساجد وفي جميع الفضاءات. ما أحوجنا إلى القدوات الناجحة، إلى المراجع. نحن الآن من أزماتنا الكبرى أزمة المرجعية، لا ريفيرونس. الجانب النظري سهل ميسور، كأن نقول يجب ينبغي، يجب ينبغي. هذا الكلام لا معنى له إذا لم يترجم إلى عمل. نقول يجب أن تكون مساجدنا نظيفة، ومستشفياتنا ومدارسنا وجامعاتنا وشوارعنا وأحياؤنا، يجب. ولكن أين هي الأعمال التي تترجم هذا الوجوب؟ نحتاج إلى المراجع العملية التي بها يحتذى، بها يقتدى. وجدت صعوبة كبيرة في تجاوز هذه المسألة بصراحة، لذلك لأرتاح أقول لكم شكراً مرة ثانية على هذا التنظيم المحكم في هذا المسجد، وكلكم يلاحظ ذلك. وأسأل الله أن يرفع قدر الشيخ وقدركم جميعا. المقدمة تنصرف إلى نقطتين. الأولى السيرة النبوية ترجمة عملية للوحي الطاهر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كي نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي ترجمة عملية للأحكام، للنصوص الواردة في الوحي. هذه الإشارة، نفهم الوحي من خلال السيرة النبوية ومن خلال البيان الوارد في سنته المطهرة. هذه مسألة مهمة جدا. ربنا عز وجل أمرنا، قال مثلا وتعاونوا على البر والتقوى، ترسيخا لمبدأ التعاون على البر والتقوى. حينما نقرأ السيرة النبوية هذه السيرة تترجم هذا المبدأ باستقرائنا للسيرة النبوية. يتبين لنا على وجه القطع واليقين أن هذا المبدأ مترجم عملياً في السيرة النبوية. إذا كان ربنا عز وجل أمرنا بالمحافظة على الأخوة، ربنا قال كما في سورة الحجرات الآية العاشرة: إنما المؤمنون إخوة.
وتأتي السيرة النبوية ترجم هذا المبدأ. نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون آخى بين المهاجرين والأنصار، الأوس والخزرج، بسيرة المصطفى، بسنته، بالوحي الطاهر الذي ترجمه عمليا، آخى بينهم، فانصهر هؤلاء في جماعة الأنصار كما انصهر المهاجرون والأنصار في جماعة المسلمين الذين شكلوا أمة واحدة. وقد ورد في صحيفة المدينة، في دستور المدينة، في وثيقة المدينة بند مهم يشير إلى هذا المعنى: أمة واحدة من دون الناس. هذا ورد، هذا الكلام ورد في وثيقة المدينة، أمة يعني متميزة، أمة واحدة من دون الناس. إذن هذا المشهد لأمة الإسلام ترجمه النبي صلى الله عليه وسلم عمليا تطبيقا للوحي الطاهر. قال ربنا في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. من المتشابهات الآية 92 من سورة الأنبياء. آية أخرى: وأن وإن قراءتان، هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. سورة المؤمنون الآية 52. إذن ما قرأناه في وثيقة المدينة في هذه السيرة النبوية هو ترجمة لما ورد في القرآن، وقد استمعنا إلى آيتين وسنذكر الأخريات بعد حين. إذن السيرة النبوية ترجمة عملية للوحي الطاهر. النقطة الثانية في المقدمة أننا نحن جميعا في حاجة ماسة إلى قراءة السيرة لمعالجة أمراضنا. وين عندنا مرض نروحوا للسيرة نلقاو دواء. قل ما شئت، مثلا مشكلة النظافة، وما كانش اللي يحكي عن النظافة كيما عمل النظافة، راهم يتعبوا كثير بسبب سلوكاتنا التي لا علاقة لها بالإسلام تماما. عندهاش علاقة النظافة، الصاشيات نتاوعنا فيها الخبز، فيها الياورت، فيها القرع تاع الجازوز، فيها الكؤوس اللي تكسرت، نرميو كلش في مكان ويجيو يرفدوا يروحوا للمستشفى القسم الاستعجالات. اشكون وصلوا المستشفى؟ حنا ما عندناش السيفيزم، ما عندناش تربيه. لا اعمم الاحكام، لا، ولكن هذا مرض، هذا خلل نعاني منه كثيرا. ارمي فضلا اللي بغى يدور في شوارع امتنا، لا اتحدث عن مجتمع معين، أتحدث على مستوى الأمة، بل أتحدث على مستوى الأسرة البشرية. هناك شعوب نظيفة جدا، متحضرة، تحافظ على البيئة، الانفيرونمون، تحافظ عليه بشكل بديع. هذا أمر نعرفه، ولكن نعرف أيضا مواطن الخلل في حياتنا. الله غالب، بطيمة واحدة، عمارة واحدة أحيانا ما نعرفوش ننظفوها، مشكلة كبيرة.
لو كان روحوا للسنة، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي خرجه الشيخان البخاري ومسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، رواية الإمام مسلم، بضع وستون شعبة رواية الإمام البخاري، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شوفوا النظافة، شوفوا البيئة، هي موجودة. وفي رواية: والحياء شعبة من الإيمان. إذن وين عندنا مرض نداويو، عندنا دور العجازة اللي يسموها دور الرحمة، خلل في حياتنا الاجتماعية. علاه؟ يعني تلقى الوالدين والأجداد اللي عندهم أولاد وأحفاد يلقاو أرواحهم في دور الرحمة، يعني دار العجزة. ماشي عيب؟ والله لا عيب، عيب كبير لو لم تغب الرحمة من بعض القلوب، ما كنا في حاجة إلى دور الرحمة. مشكلة إذن، يالله نبحثوا في حياتنا وين لقينا المرض نلقاو الدواء نتاعو، يا في القرآن كما قال ربي في سورة الإسراء الآية 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ونجد العلاج في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، في سنته أو في سيرته. والسنة النبوية في تعريف المحدثين، وهو التعريف الأشمل للسنة، هذا التعريف يستوعب السيرة. بين قوسين، تعريف السنة عند الفقهاء ما يقابل الفرض أو ما يقابل البدعة، وتعريف السنة عند الأصوليين عند علماء الأصول هو ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أثر عنه من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، قولية فعلية تقريرية. أما السنة، تعريف السنة عند المحدثين عند علماء الحديث، وهو تعريف شامل، هو ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. نغلق القوس. الآن نروح النقطة الأولى، يالله نظراتنا على السيرة النبوية، المجال الأول في مجال بناء الإنسان، لترما بنادم. أصعب شيء في الدنيا بناء الإنسان، وبناء الإنسان أصعب من بناء العمران. واحد باش يبني بنادم أصعب من اللي يبني باطمة، يبني عمارة. خذوها كرسالة. والإنسان أطول المخلوقات حضانة، رسالة أخرى، أطول المخلوقات في الدنيا حضانة هو الإنسان. هناك بعض الحيوانات وبعض الطيور تحتاج إلى وقت وجيز فتنطلق في هذه الحياة، ولكن البنادم لا يحتاج إلى مدة طويلة مع الوالدين مع الأجداد داخل الأسرة باش يكون عنده قاعدة صلبة تنشئة أسرية تربوية اجتماعية متوازنة تؤهله لتحقيق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض. كثيرة الأمثلة، كثيرة. على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام، يهضر مع صغار، يقول: سمي الله
باش واحد يقول بسم الله ماشي سهلة، صعبة جدا. بسم الله واعرة بزاف، كي تقولها للصغير وتعلمه تقول له هذيك اللقمة اللي تاكلها ربي سخر الفلاح اللي زرع، ربي سخر الفلاح اللي حرث، ربي أمر السماء فأمطرت، الآية 22 من سورة الذاريات، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الآية 30 من سورة الأنبياء، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه الصيغة تفيد الاستغراق والشمول. نرجع، ربنا أمر السماء فأمطرت، أعطت المطر، وأمر الأرض فأنبتت، من بعد ربي سخر الفلاح مرة أخرى وراح للحقل باش يحصد ويدرس، روح 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 حتى توصل اللقمة ياكلها الطفل الصغير، تقول له يا طفل الرسول راه يقول لك قل بسم الله. تصوروا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال باش تاكل ولا تشرب الماء ويهبط لك الماء هذاك لازم تقرا سورة البقرة كاملة. سورة البقرة عندها 286 آية، وكي تكمل الماكلة باش تنفعك وجميع الأجهزة تخدم سوا سوا لازم تقرأ سورة آل عمران، عندها 200 آية، معنى المجموع 486 آية. شكون اللي يقدر يديرها؟ لحسن حظنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل بسم الله برك بسم الله، وكي تشبع قل الحمد لله. معنى الرسول يربط الصغار من البداية باش يعرفوا ربي، وعلى بالكم كاين ناس يعرفوا كلش ربي ما يعرفوش، كاين علماء كبار يعرفون علوم عجيبة ما يعرفوش ربي، يقول سبحان الله واش دلك العلم نتاعك. لذلك صدق الله في سورة فصلت الآية 53، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما زال نرجع للغلام هذاك، يا غلام سمي الله، كي تشرح له واحد نهار لولادكم يكفي، ماشي كل الماكلة دير له محاضرة، لا لا روح بالعقل خاصة الجيل تاع درك عص روحك، وكل بيمينك تشرح له أمة التيامن، زيد وكل مما يليك، يعني يا طفل كل حقك واغمض عينك، ماشي كي تفتح الثلاجة فريجيدير تاكل كاع الياورت هذاك، تاكل حقوق خاوتك. يلي ياكل حقوق خاوته كي يكون صغير هاو كي يكبر ياكل حقوق خاوته، كي كان صغير ياكل غير ياورت ولا حباتشينا، هاو كي يكبر يدي الهكتارات ويدي الملايير ويسرق ويزور في الوثائق عادي. على بالكم على عنده خلل تربوي يستلذ أكل حقوق إخوانه وأخواته صغيرا، حينما كبر أيضا واللي يحب كل ياكل حقوق خاوته. هي النتيجة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا هذا النظرة، هو يبني الإنسان منذ الصغر.
نكملوا شويه. هذا بنادم هذا كي يروح يدير التجاره لازم له اون فوي دو روت، لازم له خريطه الطريق، لازم له منهاج. ربي قال اهدنا الصراط المستقيم، كملوا صراط الذين انعمت عليهم في سوره الفاتحه. من هم الذين انعم الله عليهم؟ السؤال للاخوه، شكون هما؟ كملوا النبيين اربعه. وين شكون قال لك هذو هما؟ وراهم وين ذكرهم ربي؟ في سوره النساء الايه 69. ثم اللي كاين هذه الاصناف الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اذن يلي يحب دير تاجر دير تجاره عص روحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الامين. تاجر على بالكم يقدر يوصل لهذه الدرجه؟ درجة كبيرة عالية. باش بالتجارة نتاعو وين يكون الصدق يكون الأمانة، ربي يبارك فيه ويبارك في تجارته ويزكي أمواله بسم الله ما شاء الله. ولا لا لا، كل ما يجي وقت الزكاة يروح للإمام للشيخ يقول الشيخ شحال نزكي؟ تقول شحال عندك شي فرد أفير ولا السلعة نتاعك ولا إيه؟ يقول لك عندي 4 ملاير. قل له ربع العشر 2.5%. خلاص ربي اللي قال في سورة المعارج الآية 24 الآية 25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والزكاة لما نعطيهم الشيخ راهم لهيه 8 أصناف. وين جايين؟ في سورة التوبة الآية 60 إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. 8 أصناف، هاي فرات أوعية الزكاة. شكون بينتها؟ السنة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي في القرآن. شحال نصاب الذهب؟ كم نصاب الذهب باش الإنسان يزكي؟ شحال؟ حبيت نسمع. لا لا، 20 دينار بداها منا وطلع. تقوليش 85، الحديث ما كانش فيه 85 في الحديث الذي خرجه الإمام مالك في موطئه. الحديث 580 يقول 20 دينار، و20 دينار ليكيفالون تاعها دروك 85 غرام، ولكن في الحديث تكلم على الدينار. والفضة شحال؟ 200 درهم. ولكن حنا نقولوا تقول 200 درهم ما يفهمكش، كي تقولوا 595 غرام يفهمك. هكذا والحديث قياس. اذا هذه السيره تضبط حركه الانسان في التجاره في السوق. بديت بها خاطر واعر وين كاين دراهم والاموال البيع والشراء واعر. يجي واحد يقول لك واش رايك سلف لي 200 مليون نرجع لك 10%. تعامل بالربا، يكريو دراهم. قولوا حرام. ربي اللي قال والنبي اللي قال. ربي قال وأحل الله البيع وحرم الربا. وين جت هذه الآية؟ سورة البقرة الصفحة 48 الآية 275. ربي قال حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وسيرته، وتعرفوا واش قال النبي صلى الله عليه وسلم في امر الربا؟ كيف انه نهى عن بيع الغرر وتكون الجهاله وكذا، نهى. كيف انه قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. خطير هذا الامر، خطير جدا. اللي يدير الاحتكار معناه توصلوا هذه اللعنه، ما ينفعش.
يا أيها الإنسان طبق برك هذا الهدي تسلك بخير وعلى خير. النهار اللي بغيت تتزوج سهلة، لازم دير عقد الزواج، ما تشي دروك تضرب في الانترنت وتدير الزواج أبلان، هو نوار المارياج أبلان. إيه حسرة، إلى غاية البارحة طرحت علينا 1751 قضية نتاع لو مارياج أبلان. لي ستاتيستيك نتاع البارح كتقول له علاه؟ قلك عادي، طلق زوجته هنا وراح لهيه يتزوج أبلان باش يدير كواغط. كي يدير كواغط سا ديبون، كاين اللي يرجع يقرا الفاتحة، وكان اللي يبقى ثما والدنيا وخراب وكذا. علاه وليدي علاه؟ فلا يجوز. هذا الزواج ربي سماه ميثاق، على بالكم ما كاينش ربي ذكر الميثاق في الموضعين فقط، ذكر الله لفظة الميثاق في موضع النبوة وفي موضع الزواج فقط، باش يقول لنا عسوا رواحكم عقد الزواج ليس كسائر العقود، سماه القرآن ميثاق، ميثاقا. الدليل في سورة النساء الآية 21، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وصلت الرسالة؟ زيد، روح للآية 21 من سورة الروم، 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. متفاهمين؟ هاو الزواج عنده ضوابط، بسم الله ما شاء الله. زيد، أيها الإنسان، بنادم، نتكلم على بنادم، جعلك ربي رب عمل تخدم الناس، لازم تخلصهم ولا لا؟ لا، ما تاكلش العرق نتاع الخدام. وعلى بالكم الخدامين يزعفوا بزاف، احيانا يديروا لي قرايب، وهذا الخطاب موجه للدوله موجه للناس. الخدام حرام تاكل العرق نتاعو، انا عاميه كي تخدموا خلصوا. شكون قال هكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اعطوا الاجير اجراه قبل ان يجف عرقه. ما كانش فيلسوف في العالم ولا ارباب الحضارات واللي خدموا حقوق الانسان اللي قال كلام كيما هذا. جبت ماسون يخدم لك ولا يدير لك البانتور ولا تريسيتي ولا هو يكمل، قول له خويا هاك تخلص. يقول لك علاه بهذه السرعه؟ قول له الرسول هو اللي قال، باش هو يحب الرسول، خاطر الاخرين ما يديروش هكذا. يجيب ربعه تاع لي ماسون وخمسه تاع لي مانوفر، يخلصهم بعد 27 سنه ان شاء الله. وعادي كل ما يجي يقول خلصني، ما عنديش ما عنديش ما عنديش. يا حسره، سواء هذا الخدام خدم عند الخواص ولا خدم عند مؤسسات الدوله ياخذ حقه سريعا. زيد، واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اذا زدت له شويه خدمه زياده كاين لي بريم. يا اخي تسمعوا بلي بريم، هاو لي بريم موجوده في الشرع، موجوده في السنه والسيره. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: واذا كلفتموهم فاعينوهم. اعطي له حاجه زياده، بريم تحفيز، خاطر خدم باش يكمل على الربعه، خدم حتى للسته، زاد ساعتين
افهم روحك، اذا خدم بالجمعه وكذا الى اخره زيد عرف روحك، خدم لك في الليل في اوقات معينه، اعطلك جهد اضافي، هذه كلها مضبوطه. معليش السنه والسيره طبعا ترجمه للوحي الطاهر باش تبني بنادم. زيد بنادم هذا اللي يعيش في العماره في الباطيمه ولا في الحي، هذا لي حقوق الجيران، وياما الناس باعوا ديارهم هاجروا، قالك عندي جيران يا لطيف ما يقدروش الجار، يمرمدوهم يتعبوهم، كي تقولوا سقم هذا الكلمه اللي راه يسقط عليا يقولك ما نخدموش، يسهر حتى الاربعة نتاع الصباح خاصة كي يكون العراس. يا لطيف صارت اعراسنا الا من رحم ربي وسيلة للمعصية، بدل ان نفرحوا الحمد ربي، ربي وصلنا باش نديروا عرس، المفروض نفرحوا نحمدوا ربي ثم اللي نعصيوه، ومعصية بامتياز نمرمدوا كاع الجيران سبع ايام وسبع ليالي، ما عجبكش الحال دير واش حبيت، انا نزوج وليدي ندير راي نفرح، هذا هو الفرح، فضلا عن التجاوزات التي تعرفونها جميعا. باش ننبه الى مواطن الخلل في حياتنا، ما نقولوش باللي احنا رايحين فيها، لا لا، نزرع الامل الذي يدفع إلى العمل، ولكن لا بد أن نعالج مواطن الخلل في حياتنا. شفتوا الرسول كيفاش يحبنا صلى الله عليه وسلم، واش قال؟ قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لو ستاتيو تاع الجار، المركز الشرعي الاجتماعي للجار، إيه حاجة كبيرة بزاف. هذا كل الخير نقراه في السيرة وفي السنة، ونمشي ونخدمه خير ربي. نخليه درك المجال الأول. ثانيا الأسرة، إيه الأسرة وما أدراك ما الأسرة، نبدأ به صلى الله عليه وسلم كي نزل عليه الوحي، يا اخي راح الاسره نتاعو ولا لا؟ لا، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، الايه الاولى اللي نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام. وين راح؟ راح للسيده خديجه، راح للاسره نتاعو، واش قالها؟ زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. وماشي سهله القران نزل عليه، ربي قال لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إذا كان هذا حال الجبل فكيف يكون حال قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال السيدة خديجة زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، والسيدة خديجة وقفت بسم الله ما شاء الله، قالت له ما تخافش أو ربي ما يخليكش، الزوجة الصالحة تدير هكذا، الزوجة الصالحة، عندنا واحد المثل بالقبيلية يقول ثم تثمثني ورقاز مري فغطى صبحي ثربا لي ساهل يتسك دفوذ إلى السلامة يتكسي غفلان، معناتها المرا كي تقول لك صبح الله يسهل عليك تعطيك قوة طاقة، لأن الكلمة طاقة أليس كذلك؟ درك الشيخ بكلماته تاع قبيله وزايد الشيخ اللي قال القرآن أعطونا واحد الطاقة عجيبة، كلمة قرآن أو كلام يخرج من القلب يوصل، الكلمة تعمر أو تدمر ولا لا؟ لا، واحد يعطي لك كلمة يا يعطي لك قوة يا يمرمدك ولا لا؟ لا، يقول لك كلمة شهر وماذا تعيش بها، كلمة برك وخزرة خزرة
علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تخزروش بعضكم بعض خزره مش مليح، من نظر الى مسلم نظره يخيفه فيها بغير حق اخافه الله يوم القيامه. عص روحك لو كان جارك يخزرك تقول له صباح الخير ولا السلام عليكم، يخزرك خزره مش مليحه تمرض. يا درا واش درت له؟ كاش ما قالوا له عليا؟ تمرض طول النهار حتى تتلاقى به تقول له خويا الخزرة هذيك والله غير لاباس يا اخي خويا. نحصوا رواحنا. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه اخيك صدقه؟ بسمة برك باطل. والعلماء يقولون البسمة هي اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة. جميع اللغات تحتاج إلى ترجمة. نقول لك the friend indeed is the friend in need، هذا كلام بالإنجليزية، اللي ما يعرفش ما يفهمش. نقول راه يقول لك الصديق الحق هو اللي تلقاه في الضيق. نقول فهمت استقبالي في الضيق قد يسفن ورفيق. the friend indeed is the friend in need. مي لو كان تبتسم في وجهي وابتسم في وجهك بسمه. لذلك الواحد منكم يروح للخارج كي تشوف واحد يضحك برك قدامك تفرح. راك غريب ما تنساش تقول الحمد لله هذه الناس واقيلا مربيين. يلا اذن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. واش قاتلوا السيده خديجه؟ قاتلوا ما تخافش كلمه. قاتلوا كلا والله لا يخزيك الله ابدا. وبعدين ذكرته ببعض خصاله. قالت انت انسان ما شاء الله انك لتصل الرحم. ماشي هذاك اللي يقطع الارحام. ما كان لا خوه لا اخته لا باباه لا عم ولو. يا حسره مين في العياده بيبري كما قال واحد الاخر الشيخ هضر صوت الرحم نهار العيد ولازم تتغافروا وتتسالموا. تلاقى مع عمه في الجامع قالوا عمي صح عيدك نغافرك ولكن اليوم برك. هو الشيخ قال اليوم عيد. هذا غلط. لا لا النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ. الرجل وين تبان كي يكون عمك كي يظلمك وتروح انت تسلم عليه. هذه هي الرجله. وحنا في الجزائر نحبوا كلمه الرجله. سير الركزه بالقبالي نقولوا شبح برقاز سير الركزه معنى جمال الرجل في رجولته. وربي قال في سوره الاحزاب الايه 23 من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ربي هضر على الرجله بزاف على بالك. سوره الجزائر يحبوا الرجله. اسمع سمعتوا هذه الايه؟ كاين ايه اخرى وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى الرجال قوامون على النساء. شحال الايات نتاع الرجله ولازم الجزائريين يقراوا كاع على الرجله. خطر هذه هي. بكري يقول لك كن راجل معايا نكون راجل معاك. يديروا عقود بالهضره ما كانش اللي يخدع الاخر بالهضره. ولكن روح يا زمان جي يا زمان ولاو الناس بالكاغط بالنوتير الموثق ويزيد يخرج لك الطريق. تقول له خويا عندي كاغط يقول لك من بعد ما عجبكش الحال ورحت شارعني. هاو كي تجيب الحكم يدير لك اشكال في التنفيذ ويكسر لك لاكور المجلس ربحته يوصلها لاكور سوبريم عادي يمرضك. واش تدير؟ مي بكري لا لا مانيش نقول ناس بكري ملائكه. كاين الرجله او الكلمه هذا العقود تبرم بالكلمات وهو الأصل. ربنا قال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقد هنا قد يكون عرفيا
وقد يكون رسميا مكتوبا. وربي قال في سورة قاف الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سورة قاف الآية 18 الصفحة 520 السطر الثالث في القرآن تلقاه. هاي لا في دروت هاو كل شيء تم هاو هكذا قال ربي: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما إذا كان تخاف ربي ما تحتاج لا كاغط لا زوج لا موطير لا والو. معليش العقود تعقد عادي، مانيش نقول ما تكتبوش، لا لا، أنقول التوثيق من المصالح المرسلة، ولكن منظومة القيم لي فالور إذا اهتزت نعيش في حرج شديد. مازلنا في الأسرة، واش قالت السيدة خديجة؟ إنك لا تصل الرحم. بسم الله ما شاء الله. زيد: وتحمل الكل وتكسب المعدوم، وفي رواية: وتعين على نوائب الدهر أو تعين على نوائب الحق. المجال الثاني مجال الأسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه السنة القولية والعملية يعلمنا كيف نحقق الاستقرار داخل الأسرة. وأنتم عارفين يا خوتي إذا كان هناك استقرار في الدار أو لا بأس، إذا كان ما كانش استقرار في الأسرة مشكلة. على بالكم نقول لكم واحد السر كبير: كلنا خارجين من الأسرة، كلنا كي نخرجوا صباح خارجين من ديارنا يا درواش يسرى. اللي خرج من أسرة مستقرة بسم الله ما شاء الله يروح للخدمة نتاعو قوي، اصبر، يؤدي عمله بإتقان، اصبر، إذا جاءوا الناس مرمدوه تعبوه زعفوه يمتص غضبهم يقولوا: أنا في خدمتك أراني معاك وما تخافش، القضية تاعك نفريها لك، اصبر. أما إذا كان خرج من الدار للنير القلقة الحاصل وحد الغضب ديجا في الطريق يمارس عنفه في الطريق طريقة السياقة، يا ولو كنت غلطت معاه تدي له الأولوية لا بريوريتي في الطريق تسمع، وكي وصل الخدمة نتاعو يا لطيف النار شاعلة ما يخدم ما يردم ما يرحم. أتدرون لماذا؟ ما كاينش بخير، فاقد الشيء لا يعطيه. هناك دراسة ذكية جدا لقياس مستوى الإنتاج والإبداع في العمل. من أسباب ضعف الإنتاج هذا عدم الاستقرار داخل الأسرة، ولا لا لا، نعم سبب من الأسباب الكبرى تضاف إليه أسباب أخرى. إذا كان الإيمان تاعو ضعيف، ربي قال: وقل اعملوا، شكون اللي يعرف الأعمال تاعنا الأول قبل شاف سيرفيس قبل ديريكتور؟ ربي معنى ذلك: يا أيها العامل في السوق في الإدارة في أي مكان، في الجامعة في المدرسة في السبيطر مستشفى في أي مكان، ربي هو أول من يطلع على أعمالنا. خدم خدمتك مليح وبعدين يجيو لي ديريكتور وكذا سيدي على السوق لي رابور وكذا، مي قبل ديريكتور كاين ربي. هذه مشكلة كبيرة جدا. علاش الجزائري يقول لك: خاف اللي ما يخافش ربي؟ ولا لا لا، اللي خاف ربي ممكن يغلط طبعا، ليس معصوما،
مؤمن يصلي ويخاف ربي ويغلط ويظلم، ولكن كتقول يا فلان اتق الله يقول لك اللهم اجعلني من المتقين، استغفر الله اخويا واسمح لي. اما اذا كان ما عندوش الايمان بربي يا حاصره تقول اتق الله، يقول لك اتق الله انت. لذا في رمضان تقول له اللهم اني صائم، تقول لك غير انت اللي صايم، غير انت اللي صايم، كاع صايمين. وكانوا كي تنصحوا الاستفزاز. ربي قال في سورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، زيد وستردون إلى عالم الغيب والشهادة لانفيزيبل إلى فيزيبل. هو ربي على باله بكلش، ممكن تكتب في الرابور حاجة مليحة، هو يا خير ربي على باله. إذن حذاري، ربي قال فينبئكم بما كنتم تعملون. حديث النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، حيثما هذه زمكانية، خاف ربي في الليل ونهار في الجزائر ولا خارج الجزائر، وين تكون خاف ربي؟ أيوة اتق الله حيثما كنت، كي تغلط وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. شوف الحديث ينسجم مع القرآن، ربي قال إن الحسنات يذهبن السيئات. الحمد لله لحسن حظنا أن السيئات لا يذهبن الحسنات، وإلا ما نسلكوش بخير. السيئات لا يذهبن الحسنات، ولكن الحسنات يذهبن السيئات. الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إذن الأسرة لازم تكون مستقرة هانية، الله يبارك. والنبي عليه الصلاة والسلام هو المرجع، هو قدوتنا العليا، باش نعاندوه كيما دار يدير، وين عميناها وين غلطنا نخافوا ربي ونرجعوا للطريق. اتفقنا؟ يلا نروحوا للمستوى الثالث اللي هو مستوى الأمة، أو ما نبقاوش غير في الأسرة يا خوتي، يلا نطلعوا النيفو نروحوا الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بالأمة ولا لا؟ لا. الدليل قلت لكم في مقدمة اللقاء الأوس والخزرج ما كانوش بخير، كانوا في محنة كبيرة، دار الأخوة بيناتهم ولو أنصار، وبعدين المهاجرين الأنصار أخا بينهم، دار الأخوة ثقمت وضمن ربي الأخوة في الله. أن بعد ربي ذكر المهاجرين وين؟ في سورة الحشر الآية 8 ربي شكرهم قال أولئك هم الصادقون في آخر الآية، أعطى لهم قيمة ولا لا؟ لا خلد ذكرهم. هذو مهاجرين ما تنسوش أقدارهم، لا يجوز يا إخواني أن ننسى أقدار الصحابة، خاصة في هذا الزمن نتاع الإنترنت والتواصل الاجتماعي. هناك من لا يحترم الصحابة الذين رضي الله عنهم، فهمتوا الرسالة؟ حذاري ما نلعبوش في هذا الزاوية ولا في هذا الفضاء. هذو مهاجرون وهذو أنصار، ربي ذكر المهاجرين في الآية 8 وفي آية أخرى، آية 8 من سورة الحشر، الآية 9 ذكر الأنصار وذكر بعض خصاله منها يحبون من هاجر إليهم بحب. الأنصار في المدينة قالوا للمهاجرين مرحبا بكم للمدينة نحبوكم. لو كان ما كانش الحب واش يصرى؟ يقول يا المهاجرين تاكلوا تشربوا، هذه حياة هانية
ما يقبلوهاش المهاجرين ولا لا لا. قل احنا هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا مركز، ولكن هما قالك يحبون من هاجر إليهم. باش نفهموا كي دير خدمة بحب تجي سواسوا، أما كي دير خدمة كونتر كور تخدمها هكذا ما تجيش سواسوا. طبقها وين حبيتها، الرجال والنساء، القراية، في التجارة، في الماكلة، في البانتور اللي يخدمها، في الباب، في البناء، خدم خدمتك بإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. زيد كان خصلة أخرى ذكرها ربي في الآية التاسعة من سورة الحشر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خلق الإيثار، ربي خلد ذكرهم. والآية رقم 10 مباشرة ربي باش يعلمنا لا ننسى فضل السابقين، لا ننسى فضل المهاجرين ولا فضل الأنصار، فعلمنا في الآية العاشرة أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا قرآن عظيم أخوتي، والله البشرية لو كان ربي يهديها، لو كان هي تقرأ هذا القرآن، والله غير ترجع كاع كلام ربي كاع يقرأوا برك، يخلونا من هذاك الإلحاد والعوج هذاك، خاطر صار الإلحاد الآن لا مود، أي واحد بغى يكفر راح يكتبها في الإنترنت زعما، والله غير يغيظوني بكل صراحة، يغيظكم كامل. مرة قلت لواحد ماشي مسلم يعني، قلت له يعني إيه تحب تروح لجهنم، روح أنت حر، ولكن أعطي فرصة لروحك، إنك على خطر عظيم. اقرأ 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 برك واسأل، ستجد ضالتك كما وجدها العلماء الأقطاب الذين دخلوا الإسلام من أوسع الأبواب. أذكر كنا في القاهرة في 1985، كان واحد علم كبير اسمه آرثر أليسون في مؤتمر كبير، حضره كبار العلماء منهم عبد المجيد الزنداني وغيرهم، كل إعجاز العلمي وكذا، وجاي قالك باش أثبت بأن هذا القرآن ولو. بعد نهاية الملتقى قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن جاب شعر في الحقيقة وجدها الآية 53 من سورة فصلت، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لازم تعرف ربي. في سورة الذاريات الآية 7، والسماء ذات الحبك، هات عقلك تكون في علم الفلك الأسترونومي ولا إن شاء الله ما قريت والو، خمم برك بعقلك. والسماء ذات الحبك الآية رقم 20، وفي الأرض آيات للموقنين، ماشي غير اقراو لاغرونومي علم الفلاحة ولا لاجيولوجيا طبقة الأرض، أي واحد. وفي السماء ربي قال وفي الأرض آيات للموقنين، الآية 21، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الآية 22، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الآية 49 من سورة الذاريات، ومن كل شيء خلقنا زوجين، كل شيء في عالم الإنسان، في عالم الحيوان، في عالم النبات، في عالم الطيور، في جميع العوالم ما نعلم وما لا نعلم. والآية 49 تساوي الآية 36 من سورة ياسين، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الآية رقم 50، ربي قل كهرب الهربة ففروا إلى الله، الآية 50 من سورة الذاريات. الآية 55 ربنا يقول وما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآية 56 ربي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. برك رايح، ستؤمن يقينا إذا كان قرأت هذا الكلام تاع ربي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أعود، النبي عليه السلام يتكلم على مستوى الأمة، الآيات تعرفوها. على سبيل المثال الآية الأولى ذكرناها في سورة الأنبياء الآية 92، ربي قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عصر روحك ما تغلطش الآيات المتشابهات.
في سورة المؤمنون الآية 52 ربي قال وأن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. في سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نروح للسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه الإمام الحاكم في مستدركه أمتي أمة مرحومة، وهذا الحديث برواية أخرى مع إضافة إن نقرأ في مسند الإمام أحمد إن هذه إن أمتي أمة مرحومة، رقم الحديث 9550. إذا كان هذه الأمة تعبانة عندها مشاكل، الأمة راهي غارقة في المشاكل اقتصادية سياسية ثقافية علمية، الأمة راهي غارقة ولكن أمة مرحومة. ما تنساش أشكون اللي قال هو نبي، قال أمتي أمة مرحومة. إذا ما نخافوش على هذه الأمة. الدليل في سورة الأعراف الآية 137 إلى غاية الآية 140، ومنا أشرت إليه لهذه الآيات. ربنا قال إن يمسسكم قرح، الأمة راهي تعبانة عندها مشاكل اقتصاد تخلف كل شيء، ولكن لا بأس هي أمة مرحومة فقط لابد أن تنهض. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. تحرك يا الأمة. المجال الأخير الرابع البشرية. بشرية النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي رسول العالمين ولا لنا رب اللي قال. الدليل في سورة الأنبياء الآية 107 ربي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة. إذن روحوا بالعقل يا البشرية، راكي ضايعة حتى ترجعي لهذا الطريق اللي دار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذ النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة. إذن يا البشرية غير تحركي، هو اللي قال كلكم لآدم وآدم من تراب. حبيتي تسلكي روحك رجعي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي اهتم بك يا بشرية يا الأسرة البشرية، وتسلكي في جميع المجالات تتهناي. وكلام النبي يوافق كلام ربي. ربي قال في سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الخاتمة دورنا أن نقرأ السيرة النبوية قراءة اعتبار لنأخذ الدروس والعبر من أجل تغيير واقعنا إلى ما هو أحسن، والله قادر على أن يغير حالنا إذا إلى أحسن حال إذا كانت عندنا النية. النية التي أشار إليه القرآن في سورة الأنعام الآية 162 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا اجتهدنا في قراءة السيرة النبوية قراءة اعتبار سيتغير حالنا إلى أحسن حال، وإذا صدر منا ضعف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع، والتغيير الحقيقي يبدأ من النفس مصداقا لقوله تعالى في سورة الرعد الآية 11 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والسلام عليكم ورحمة الله.